رمضانكم مبروك، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية يا رب. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. يتواصل زادة مسلسل ديكليك، مسلسل النجاحات التونسية بامتياز على القناة الوطنية الثانية. التواصل ممكن معنا كالعادة عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، ومرحبا بكم. ضيفتنا الأولى وحكايتنا الأولى لمرأة تونسية، شابة تونسية متحصلة على ماجستير بحث في الإيكولوجيا، اسمها أميمة قدور، و هي اليوم صاحبة مشروع لرسكلة الملابس المستعملة. حاولت من خلال مشروعها أنها ربما ترسخ العقلية استهلاك جديدة. نجحت ما نجحتش، فين وصلت، شنو حكايتها، تفاصيل وخبايا قصة نجاح أميمة قدور معانا. أميمة مرحبا ورمضانك مبروك. رمضانك مبروك، عيشك مرحبا. سنين دايما إن شاء الله لاباس، اللطف عليك هاك مريضة. ورغم هذا جيت وحبيت أنك تحكي على قصة نجاحك، هذا يفرحنا. مرحبا. عيش. اي أميمة، دونك انت خريجه جامعه العلوم بتونس المنار، متحصله على ماجستير بحث في الايكولوجيا. احكي لنا ربما باختصار عن الشهاده هذه، شنو اللي تعلمت منها، وهل خدمت انت كشابه تونسيه في سوق الشغل بشهادتك والا لا؟ باهي، ايكولوجيا يعني علم البيئه. دونك عملت ليسانس في كانت ليسانس ابليكي اون بروتيكسيون دو لافيرونمون، يعني الحفاظ على البيئه. كنت تخصصت اكثر لمرحله في خدمت على الحشرات في تونس. ها؟ وخدمت بي بالشهاده نتاعك وبالدكتوراه هذايا وبالاختصاص هذا؟ كنت باش نكمل دكتوراه، لكن حبيت نوقف، حبيت نجرب تجربه جديده وحدي. كنت عندك خيارات ربما انك تخدم بشهادتك، لكن انك اخترت تكون صاحبه مشروع؟ اكيد فما خيارات، لكن يمكن انا ما حاولتش برشا، معناها كي ناس حاولت اني نلقى خدمه للوجد وصبيت وما لقيتش حاجة تناسبني في الوقت هذاك. هذاك علاش عندك 4 سنين تقريبا ملي اخترت انك تمشي في ثنية الملابس المستعملة، انك صح ولا لا؟ هذا اللي قلته لي وقت اللي نسقنا، قلت لي تقريبا عندي 4 سنين اخترت عدم شراء الملابس الجاهزة والابتعاد عن الموضة السريعة وشراء حوايجي من الفريب. علاش الاختيار هذا؟ وعلاش الفريب؟ كي بديت نقرا. وعلاش الحوايج القديمة؟ حفاظا على البيئة؟ فوالا، كي بديت نقرا بديت نفهم شنو هو الانفيرونمون، شنو هي البيئة. فهمت اللي نحنا جزء من البيئة هذية، ماهيش متاعنا، مانيش نحنا، معناها اللي مش ملكية خاصة. فوالا، معناها مش معناها الثروات البيئية ماهيش ملكنا، احنا يلزمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها، يلزمنا نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيها باش نخليوها تدوم. فوالا. دونك هذا هو علاش سبب الاختيار. اخترت إيه؟ ونهار جاء قدامك سروال محلاه، أما في ضريبة صغيرة. قلت ما فماش حتى مشكل، شريته هزيته وصورت عليه في الدار وطلع احلى من اللي كان قبل. هذا نقلا على لسانك، وهذا اللي صار معك، وهذا كان الديكليك اللي بعث ربما مشروع في اختصاص رسكله الحوايج المستعمله والا الملابس المستعمله. احكي لنا ربما عن الحادثه هذه وكيفاش غيرت وعدلت مسار حياتك المهني الى يومنا هذا. هو لما حل سروال نتاع الرجال وين عجبني وخذيته، وما عرفتش كيفاش فيه ضربه، هو ما عرفتش كيفاش ما عجبني، معناها شريته وما عرفتش كيفاش باش نبدل فيه. من بعد بشويه بشويه قصيت وزدت ونقصت ولقيت اللي الضربه هذيك تيغا. هو هذا هو السروال. هذا هو السروال، هذه اصل الحكايه. هذا هو البدايه، وهذه الرسوم اللي انت تحكي عليها واللي بدلت ربما المظهر نتاع السروال. قلت لك ديجا محلاه، هذا هو السروال اللي نحكيو عليه. هذا اللي لعب دور البطوله في حياتك المهنيه. هذا اللي بديت بيه. ايا مرحبا مرحبا. دونك احكي لنا ربما على الديكليك هذا كيفاش صار. اسكو انت ديجا وانت تبارك الله كما قلنا خريجه جامعه العلوم بتونس، عندك تقنيات الرسم، عامله دي فورماسيون في البوزار، تعرف تصور، والا هي هوايه حاولت انك تستثمرها في مشروعك؟ هي هوايه ملي صغيره، الحمد لله موهوبه معناها. دونك حبيت نستثمر موهبتي في حاجه تنجم تفيدني معناها. وهالرسوم هذيا انت وقت اللي تعملهم تشوف القطعه تختار الرسم، والا مثلا انا حريفه معاك ونعرف الاختصاص نتاعك، وانا زاده عندي ربما قناعه انه البيئه هذه ملكيه عامه للناس الكل، وعليا اني نستحفظ عليها باش نخليها لاولادي واولاد اولادي، وبالتالي انا حريفه نجي نقول لك اميمه حشي بالقطعه هذه، ام نحب الديسان فلان الفلاني، والا نحب الموتيف هذايا، ولا انت اللي تقترح عليا وانت اللي تزين القطعه وتحطها معروضه للبيع. فما حاجات انا نخدمهم وفما حاجات كل واحد شنو يحب، معناها مش انا باش نفرض عليه، اللي يحب معناها يرسم على السرويل وعلى على
شيميز على فيست اللي يحب هو يرسم معناها كل واحد واختياراته. يعني انا نحب للناس اللي قاعده تتفرج، انت توا شنو هو البرودوي نتاعك؟ شنو اللي تبيع؟ كيفاش تتم عمليه الانتاج والا مراحل الانتاج نتاعك؟ والناس اللي تتفاعل معك كيفاش تتواصل معك؟ عامله دي باج على انستغرام وفيسبوك اسمهم اوشار او اس اتش ار تي. دونك فما حاجات انا نشريهم ونرسم عليهم ونحطهم اون فونت، وفما عباد تجيب لي حوايجها وتقول لي مثلا نحب نبدل فيها ولا نحب نرسم عليها وكذا. يعني حتى انسان عنده حوايج فد منهم قلق منهم ينجم يعطيهم روح جديده فوالا من خلال الرسوم والا الروح الجديده اللي انت تعطيها. بي كيفاش تخرج؟ يعني انت كل يوم تمشي للاسواق اللي معروفه ربما بالفريب وتمشي وتفرز وتنتقي وحدك ولا معك فريق؟ تتوزعوا في برشا بلايص تلموا اللي تلموا الحاجات اللي انت حاجتك بها، سراول ديفيست مراول سواري، ومن بعد تفصل وتخيط وتزين وتحطهم للعرض. كيفاش تتم عمليه الانتاج؟ حاليا نزلت وحدي الحق. تخدم وحدك؟ اي امي تعاون فيا في الخياطه والحاجات هذوكم، لكن انا اللي نختار القطعات وانا اللي وانت تخرج كل يوم وتبدا تترصد؟ مش كل يوم، اما معناها نحاول اني نختار قطعات كل مره نمشي البلاصه ونختار الحاجات اللي تلزمني معناها. بالنسبه للحرفاء اللي معك قلت لي عملت دي باج على الفيسبوك على الانستغرام وسائل التواصل المفتوحه للناس الكل، وبالتالي لهنا الناس اللي تتعامل معك واللي عندها ثقه فيك وفي ربما منتوجك، هي من العاصمه فقط ولا من مختلف ولايات الجمهوريه؟ أنا تعاملت حاليا مع العبيد اللي قراب معناها في العاصمة، فولا زلت ما تعاملتش مع عبيد بعد. وشنو كان رجع خداكي ياخذوا القطعة ويشوفوها بروح جديدة؟ يفرحوا برشا ويفرحوني أنا أكثر. شنو ربما التعليق اللي وصلتك واللي خليتك فخورة وتخليك ديما مكملة المشوار رغم ربما بعض الصعوبات؟ كان العبد ديما لابس القطعة هذه كمان أحيانا الجملة ياسر نفرح معناها انه عبد كان مطيش القطعه هذيك ما يستعملهاش، وبعد ما انا رسمتها وبدلت فيها ما عادش نجم يقعد ما يلبسهاش معناها وياسر تحلف. وانت يعني. اميمه الروح الجديده اللي تعطيها للقطعه فقط عن طريق الرسوم والا عن طريق تريزه، عن طريق خياطه، عن طريق اكسسوارات؟ كيفاش؟ الرسوم كان الرسوم. ايه ساعات نعمل تغييرات بالخياطه معناها، ولكن رسوم اكثر شيء. به المبلغ اللي بديت به المشروع نتاعك هو مبلغ صغير وكان من مصروفك، ولهنا في هذا ماذا بيا كان توصل الفكره لكل شاب وشابه تونسيه ربما عنده فكره لكن ما عندوش راس المال، نقول له لا للعجز، تنجم حتى بامكانيات بسيطه ومحدوده تنطلق في مشروعك. كيفاش كانت حكايتك؟ انا بديت بمصروفي كما قلت، مش في بالهم بيعطي فيا مليون في النهار، لا ناخذ في مصروف بسيط على الاخر، وبديت 200 دينار. واصلا هو المشروع ما فيهوش راس مال كبير كي تجي تشوف، معناها هما حوايج قدام ديجا موجودين في الدار عندي، انا نرسم بطبيعتي، عندي لي بانسو، عندي البانتور، معناها بديت بالحق حتى شيء معناها، فهمت؟ فما افكار تنجم تبداهم من غير حتى شيء، من غير فلوس معناها، يبدا عندك كل شيء، فهمت؟ جوست انت تخدم مخك شويه. وما حاولتش ربما تكبر فريق العمل نتاعك؟ قلت لي انا نخدم وحدي وساعات امي هي اللي تعاوني، اما علاش ما تكونش صغيرات؟ علاش ما تكونش شباب اللي مغرومين وعندهم ربما ابداع في يديهم ينجموا يكونوا تابعين لفريق العمل هذايا، وانت هكا تضرب عصفورين بحجره، حفاظ على البيئه، ادماج ثقافه استهلاكيه جديده، وتكوين ربما اطفال او شباب في هذا الاختصاص. وتوعيه اجيال زاده. ايه. ان شاء الله. البرنامج قاعده نخدم ربما. شنو الصعوبات والتحديات اللي لقيتها أميمة رغم انه المشروع ماهوش كبير برشا وقاعد يخطو في خطوات؟ في اول خطوه يتسمى. اي وقاعد يخطو في الخطوات، وانت لهنا باش تحكي على قصه النجاح، احنا نثمنوا المجهود هذايا، الفكره هذايا، واي انسان حاول انه يعول على روحه حتى لو كانت الامكانيات الماديه محدوده، لكن انطلقت وهك اليوم تحكي على مشروع، تحكي على رجع صدى، تحكي على ناس كانت عندهم ثقه فيك وفي منتوجك. ربما الصعوبات اللي لقيتها أميمة في الاول؟ والله صعوبات ما نعرفش، يمكن ما كانوش صعوبات الحق معناها، كانت مسهله الحمد لله بالحق معناها، كل حاجه تجيب لي حاجه اخرى جديده، وكل باب ندقه يتحل، ساعات تجيني فرص هكاك وحدها. حاولت انك تشارك في معارض في مهرجانات؟ ليه؟ ربما شنو نظرتك للمشروع اذا نحكي على أميمة قدور في عامين القدام، 3 سنين القدام، كيفاش ترى مشروعك؟ شنو هو الاستراتيجيه نتاعك باش تكبر وتوسع وتنتشر اكثر واكثر بالماركه نتاعك؟ للامانه كي بديت ما عندي حتى استراتيجي للماركتينغ لا حتى شيء، معني اصلا برشا حاجات ما زلت ما نفهمش فيهم برشا، انا معناها التخصص نتاعي بعيد برشا على اللي نعمل فيه توا، اما قاعده نحاول اني نكون علاقات مع عباد باش تفيدني برشا،
ديجا قاعده فما معني شكون باش يأطرني حاليا. هذاك شكون باش يقول لك اسكو انت دخلت في اطار دورات تكوينيه تأطير تأهيل باش تعرف تسوق للمنتوج، تعرف تكبر المنتوج، تعرف تحسب حسبه المنتوج شنو اللي ليك وشنو اللي عليك، هذا الكل يلزم ربما تكوين من قبل مختصين. توا باش يكون فما اكونبانيومون بيرسوناليزي البروجي نتاعي انا معناها وبه هو باش نبنيه ان شاء الله. شو كلمتك اللي تقولها أميمة لكل شاب ولا شابة تونسية عنده غرام لكن الغرام هذاك مدفون ما حاولش أنه يستثمر فيه أنه يخرجه ربما ويربح بيها فلوس؟ والله أنا نحب نقولهم يحاولوا، على خاطر قاعدة نشوف أنه برشا شباب ما عادش تحب تحاول أصلا، صحيح تونس ما عادش فيها أمل ويدزي منها وناس كل خارجة. يحاول الواحد، نجم تدق باب اثنين ثلاثة عادي ما يتحلوش، معناها أنا دقيت برشا بيبان وأنا لوج على خدمة في اللول وترفضت برشا مرات معناها وعادي لو تصدمت كي الناس الكل معناها خاطر ما كنتش نعرف كيفاش معناها، اما من بعد عادي معناها قعدت نحاول ونحاول، من بعد كي انا لقيت اللي ناقصيني برشا حاجات نجم انا نكملهم بطرق اخرى، حطيت روحي في بلايص اخرين، انخرطت في جمعيات. على ذكر الجمعيات وانت تحاول انه من خلال ربما توجه اللي اخترته لمشروعك وعن قصد وعن اختيار وعن وعي انك ربما تفعل شراكات مع جمعيات بيئيه باش تنتشر اكثر، باش تعطي محاضرات، خاطر ما ننساش اللي انت حامله لشهائد علميه وبالتالي عندك نسبه وعي ورقي في الافكار اللي ما تنجمش تضاهي انسان عادي، يعني عندك وعي بقيمه هالمنتوج هذايا، تأثيره على البيئة متاعنا، تأثيره على الأجيال القادمة. حاولت أنك تخدم على شراكات جمعيات محلية ولا حتى دولية في الاختصاص هذا؟ حاليا محلية أي، فما إن شاء الله دورات باش يكونوا ورشات للصغار باش يعرفوا كيفاش يثمنوا معناها حوايجهم القدم ويعطيوهم روح جديدة حتى هما بيديهم. حاولت انك ربما زاد تمشي للمدارس، تمشي وزارة التربية، تعمل اتفاقية، تدخل للمدارس للصغيرات. ان شاء الله ان شاء الله. برشا افكار، برشا يعني افكار برشا امتداد بالحق. للمشروع انا نرقد فكره نقوم بفكره احنا وان شاء الله باش نطبقوهم الكل. وما نعرفش تويك اصحابك الناس اللي دايره بيك، الناس اللي قرات معاك واللي ربما توا موظفين ساميين في هياكل ولا مؤسسات يغزروا لك ويغزروا المشروع يقولوا لك هكا هكا يا اميمه قريت وتعبت ومن بعد عامله مشروع فريب وحوايج مستعمله. والله فما شكون ضحك عليا ديجا. نعرف عاد احنا عايشين فيها تونس ونعرفوا عقليه التونسي ونظره التونسي، كيفاش تفاعلت مع ربما هالنظره هذه اللي هي دونيه في شكلها في ظاهرها لكن في القلب وفي الاصل هي فكره ممتازه، فكره جيده وفيها برشا اتصالات، كان ربما تفعل شراكات خاصه مع الجمعيات الدوليه اللي تعنى ربما بالبيئه والتغيرات المناخيه، كيفاش؟ انا حطيت التحدي لروحي انا قبل ما تكون معناها مشروع، قبل ما يكون كل شيء، هي حاجة بيني وبين روحي، كان تحدي لذاتي إني باش نوصل الحاجة وباش نعملها، بديت فكرة ويلزمها تنجح الفكرة هذيك ونجحت. نجحت إن شاء الله وهك موجودة معنا. أما قبل ما أقول لك في لمان وكلمة الختام ربما للناس اللي تحبك واللي تتبع فيك اللي هما حرفاء قارين وحتى للشباب التونسي، الدهينة وإلا البانتور اللي موجودة على المواد هذوما تتنحى مع الغسيل وإلا لا؟ لا لا ما تنحاش، جوست معناها كي يجي عبد يغسل القطعة نتاعو الناس الكل هو تقلبها معناها كيما نغسلوا حوايجنا ونحطوها في الماشين وتحطها في الماشين العربية وتغسل لاباس عليه، إذا عنده أشهر تو نلبس فيه لاباس عليه. أميمة كلمتك لكل مرة تونسية، لكل شابة تونسية قاعدة تفرفت تفرفت عندها بركان نتاع أفكار لكن ما خرجت حتى فكرة وما ترجمت حتى فكرة ميدانية، شنو تقول لها؟ ترجم أفكارها تبدا تطبق في افكارها، حتى كان فكره صغيره، حتى كان بسيطه، حتى كان تضحك راهو، حتى كان يضحكوا عليك ويقولوا لك حتى شيء وما عندك وين توصل بها ويطيحوا لك المورال معناها كيما برشا. ما تسمعش، ركز مع روحك، اخدم على روحك، حاول وتتوصل. شكرا لك أميمة قدور صاحبة مشروع رسكلة الملابس المستعملة على الحضور، على الثقة، على التفاعل والتواصل معنا، شيء شرفنا برشا، فخورين بك كامرأة تونسية وإن شاء الله ربما خلال الأشهر القادمة ولا حتى السنوات القليلة القادمة تعاود تجي وتكون ملامح المشروع مكتملة أكثر وأكبر وتفعل شراكات مع جمعيات إيكولوجية دولية تسند ربما هل مشروع واللي تخليه ميناء الطراز الجيد جدا. نتعداو ونشوف مع بعضنا افضل تطبيقات رمضان مع شكون؟ مع زميلنا مروان سنان
نذكر ونقول التواصل والتفاعل مع دي كليك عن طريق صفحتنا على الفيسبوك، وماكم تشوفوا الدليل نتاعو مين ما تفرجت فينا تفاعلت معنا، هي اليوم تحكي على قصة نجاحها. مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فقرة أفضل التطبيقات على الأنترنت، ونجد على رأس قائمة التطبيقات تطبيق ختمة، وهو خاص بالقرآن الكريم، فهو عبارة عن مصحف إلكتروني مع بعض الخصائص والمميزات الإضافية اللي تسمح للمستخدمين بالحفاظ على قراءة ورد يومي وختم القرآن الكريم بشكل منتظم من خلال تقسيم الأوراد وتذكير المستخدم باستخدام خاصية التنبيه الموجود بالتطبيق. كما يحتوي التطبيق على فواصل تتيح التوقف عندها والاستئناف بعد ذلك في استكمال الورد. ونجد في المرتبة الثانية تطبيق مواقيت الصلاة، ويعد من أفضل تطبيقات شهر رمضان المعظم من خلال تقديمه لمساعدة كبيرة للصائم في برمجة أعماله اليومية مع مواقيت صلاته، حيث يذكر بالتوقيت المناسب لأداء الصلاة في موعدها المحدد بغض النظر عن مكان تواجده، وذلك باستخدام الجي بي اس الخاص به. ومن أهم ميزاته أنه يعرض الوقت وفقاً للمنطقة اللي يتواجد فيها الصائم حتى وإن كان خارج دولته المقيم بها. ويوفر هذا التطبيق القرآن الكريم مع ترجمات ليه بعدة لغات، وهو ما يجعله في متناول عدد كبير من حافظي القرآن الكريم من مختلف أنحاء العالم. وتليها في المرتبة الثالثة نجد تطبيق تلاوات مصرية، إذ يحتوي هذا التطبيق على تلاوات أكثر من 200 قارئ مصري منذ نشأة التلاوة القرآنية في مصر وإلى حد الآن، مع تعريف مختصر لكل قارئ وإمكانية الاستماع والتحميل، هذا بالإضافة إلى إذاعة قرآنية تعمل على مدار الساعة. ومن مزايا هذا التطبيق هو توفير إمكانية سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلق أو التطبيق لا يعمل، ومواقيت الصلاة حسب الموقع الجغرافي، فضلاً عن الأصوات المميزة لرفع الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، ويبين اتجاه القبلة حسب موقع مستعمله. التطبيق هذا يضع على ذمة مستخدمي ميزة التسبيح مع دعم لفظي بالفرنسية والإنجليزية، وكذلك عرض أسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت. رجعنا لكم واصلين المشوار مع سليم المناعي خبير في إدارة المشاريع. مرحبا بكم، رمضانك مبروك. مرحبا أميرة، رمضانكم مبروك نسكل. يعيشك. دونك حاضر معنا للحديث عن قانون المالية الجديد وما يحمله من تغييرات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذا هو مؤسسة الكل. مؤسسة الكل. بحسب الفصل 33 مجلة الضريبة، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 بالإعفاء من الضريبة، وهذه الكلمة المفتاح. ما هي القطاعات المعنية بالإعفاء وما المقصود الإعفاء بالضريبة؟ هل هو إعفاء تام وكلي؟ هو الفصل 33 من قانون المالية. بفصل 33 من قانون المالية يعطي إعفاء للمؤسسات المحدثة، مش شركاتك هاو، مؤسسات محدثة كانت معناها دي بيرسون فيزيك وإلا شركات كيف كيف. القطاعات الغير معنية اللي هي قطاعات المالية، الطاقة والمناجم بخلاف الطاقات المتجددة معنية، الاستهلاك على عين المكان، فما تجارة زادة غير معنية، والمؤسسات المالية كما قلنا، والمؤسسات الناشطة في البعث العقاري. هذوما المؤسسات المحثة في 2024 و2025 ماهمش بيتمتعوا بالإعفاء مدة 4 سنوات، خاطر استثناهم من الفصل 33 من قانون المالية 2024. بحسب الفصل 71 مجلة الضريبة، زاد الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول تطور النشاط الفعلي. لهنا ما المقصود بالدخول ربما في طور النشاط الفعلي؟ ما هي المؤسسات المعنية بالإعفاء؟ فما أجال يلزم احترامها وإلا لا؟ أعطينا التفاصيل بخصوص هالإعفاء من الضريبة. به هو في الوقت العادي ما نمش نحكيه على قانون المالية، باش نحكيه على الفصل 71 من قانون الاستثمار. الفصل 71 يعطي إعفاء مدة 4 سنوات، نسميه احنا أفونتاج ديغريسيف، معناها السنة الأولى 100%، السنة الثانية 75%، بعد 50%، وبعد 25%. كي جاء قانون المالية يقول بصرف النظر على الفصل 71، معناها الفصل 71 نخليه أكوتي ونطبقوا قانون المالية. سنة دخول طور النشاط، به دخول طور النشاط اللي هو لونتخي اون اكتيفيتي يكون بالليديسيون دو لا بروميير فاكتور، معناها وقت اللي تخرج أول فاتورة
انت دخلت دور النشاط كي جاء الاعفاء مثلا في 2020 و2018 و2020، كان الاعفاء يحتسب سنه كامله، معناها من تاريخ دور النشاط نمشيو للعام اللي بعده. في قانون الماليه 2024 السنه الاولى الاعفاء تكون من تاريخ دخول دور النشاط الفعلي حتى ال 31 ديسمبر. امتياز بالنسبه للقانون الجديد بتبيع. هو في الحالات الكل ربما ايجابيات الامتياز بالنسبه لباعثي المشاريع للمؤسسات صغرى متوسطه او كبرى. هي تحفيز على المبادره. إذا كان أنت تلقى روحك أربع سنين مثلا ما تخلصش ليزامبو، إذا كان بيرسون فيزيك هي المداخيل المتأتية من الأشخاص الطبيعيين أو الإعفاء من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حكينا احنا قبل قلنا فما أن بارام يتطبق، البارام هذاك باش يتنحى كومبليتمون، معناها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين اللي باش يتأسسوا في 24 و 2025 راهو باش يكون عندهم إعفاء كلي على المداخيل. بالنسبة للشركات عنا شركات في 15% الأغلبية، فما 25 فما 35%. كيفاش التقسيم هذا 15 25 30؟ حسب الأنشطة، أما يعني حسب القطاع اللي كنت تحكي، حسب مناجم طاقة خدمات اتصالات هكا، حسب النشاط اللي تنشط فيه الشركة يتم موجود، معناها فما أن بارام اللي فيه لامبو سيغ لي سوسيتي، هذا باش يتم الإعفاء على الضريبة على الشركات مدة أربع سنوات ابتداء من دخول طور النشاط. كما قلنا السنة الأولى تحسب من تاريخ دخول طور النشاط حتى ال 31 ديسمبر. فما أجل ثلاثة على 31 ديسمبر، فما أجل ربما للتمتع بالامتيازات اللي يعطيها لنا قانون المالية الجديد؟ اي الشركات المحدثة في 2024 و2025 باش تتمتع بالإعفاء مدة أربع سنوات، أول حاجة لازم مسك محاسبة حسب التشريع الجاري به العمل. وثاني حاجة فما لي المحاسبة، يعني فما اكسبير كونتابل يقدم الوثائق في الكل، فما لي كونتابل وليزيكسبير كونتابل بالدليل وبالإثبات وبالتواريخ. هو مسك المحاسبة اختصاص المحاسبين والخبراء المحاسبين، دونك هو يقوم بمسك محاسبة. والشرط الثاني انه يدخل طور النشاط في العامين الأولى، معناها ما يلزموش يفوت عامين ابتداء من تاريخ التصريح بالاستثمار، خاطر لازم يقوم تصريح بالاستثمار في الهيكل المعني بالنشاط اذا كان الخدمات او الصناعه مثلا يمشي لابي. يعني لهنا سليم دخل في حيز النشاط، يعني مش شركه مكتمله النصاب وتاسست وموجوده على الورق لكن فعليا ماهيش قاعده تخدم. بالضبط هذا هو، هذا هو لازم يدخل في طور النشاط مده في العامين الاولى بعد ما يقوم بالتصريح بالاستثمار عند الهيكل المعني اللي معناها ليه الاختصاص. مثلا الفلاحة فما وكالة نهوض بالفلاحة، فما وكالة نهوض بالصناعة والتجديد، هذوما الهياكل اللي يمشي ياخذوا من عندهم لاغريمون نتاعهم، نسميهم بالتيرم تكنيك نقولوا اغريمون، بالدات نتاع لاغريمون هذاك لازم يدخل في طور النشاط بعد عامين كأقصى تقدير باش يتمتع بالعفو. اللي يخوله انه يتمتع بالامتيازات وبالعفو. فما ناس تنجم ربما تغش على مستوى المعطيات هذية، وهل للدولة أدوات لمراقبة الناس اللي عندها نية الغش ربما من أجل الانتفاع بهالامتيازات الموجودة في إطار قانون المالية لسنة 2024؟ هو الامتياز الجبائي كي تاخذه فما شروط قلنا لازمها تتوفر، من بعد فما مكاتب مراقبة الأداءات، مكاتب مراقبة الأداءات في معناها دي بروسيدور دو كونترول ينجم يطلب الوثائق اللي عندك كل، خاطر أنت في التصاريح اللي باش تقوم بها مش خاطر عندك إعفاء من ضريبة مثلا على الدخل ولا ضريبة على الشركات ماكش باش تقوم بالتصاريح، هذا ما يعفيكش أنك تقوم بالتصاريح كاملة. تقوم بالتصاريح نتاعك في أون بروسيدور دو كونترول مثلا مع الإدارة الجبائية ينجموا يطلبوا الوثائق المعنية ويفاليدي اسكو عندك ايفيكتيفمون الحق باش تاخذ الاعفاء مده اربع سنوات والا لا. وزاد في القانون فما عقوبات على التفريط مثلا في امتيازات والا تحايل على امتيازات. فما ثغرات ربما في القانون هذايا يستغلوها اصحاب النوايا السيئه ربما في اطار بعث المشاريع الصغرى ولا المتوسطه ولا الكبرى العملاقه للتهرب من الضريبه؟ فما هو فما امكانيه؟ ما فماش علاش باش تهرب، هو ما فماش علاش باش تهرب من الضريبه، هما فما دي كونديسيون اذا كان يكونوا موجودين متوفرين. عندك الاعفاء اذا كان ماهمش متوفرين ماكش باش تاخذ الاعفاء نتاعك. باهي سليم، حسب الفصل 63 مجله الضريبه ما هي امتيازات الاشخاص الطبيعيين؟ ما عادش نحكيو على رياده الاعمال وعلى شركات متوسطه وصغرى وكبرى واختصاصات تاع خدمات ولا طاقه والا والا، لا نحكيو على اشخاص طبيعيين عندهم ربما ميزه في اطار قانون الماليه هذايا ولا لا؟ به هو الفصل 63 من مجله الضريبه على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبه على الشركات هو
امتداد الفصل 3 من قانون الاستثمار. وما يعنيش الأشخاص الطبيعيين كهو، يعني الأشخاص الطبيعيين والشركات، الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين اللي باش يقوموا باستثمارات مباشرة في مناطق التنمية الجهوية. بمعنى شنو المقصود؟ مناطق التنمية الجهوية يتغيروا حسب القانون، ساعات ينجموا فما مناطق، أي فما مناطق ينجموا ينحيوهم، فما مناطق ينجموا يتزادوا هكا، فما سيت نتاع لابي مثلا ينجموا يدخلوا يلقاو مناطق التنمية الجهوية بالولاية، كل ولاية شنو مناطق التنمية الجهوية، فما مناطق التنمية الجهوية من المجموعة الأولى. فما امتيازات لكل مناطق؟ أي فما المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، المجموعة الأولى عندهم إعفاء كلي على المداخيل والأرباح المتأتية من استثمار مباشر في المناطق هذوما في الأنشطة، فما أنشطة معينة زادة مضبوطة بقائمة. الأنشطة هذوما إذا كان يتم فيهم استثمار مباشر في مناطق جهوية بالنسبة للمجموعة الأولى يتمتعوا بإعفاء مدة 5 سنوات والمجموعة الثانية مدة 10 سنوات. جديد تو مع قانون الملاية. شنو الفرق ما بين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية؟ يعني علاش شنو الفرق؟ إذا هذه منطقة وهذه منطقة وكلنا تابعين لتونس، علاش فما التفريق وربما الامتيازات مقارنة بالمناطق وتمركز المناطق؟ علاش شنو الحكمة فيها؟ فما مناطق ما فيهمش برشا استثمار، باش يتم التشجيع على الاستثمار فيهم نعطيو افونتاج فيسكال. يعني ما يسمى بالتمييز الإيجابي لهنا. التمييز الإيجابي. وهذا كله في إطار أن نوضحه للناس. بالضبط. بيتو في قانون المالية شنو يقول الفقرة الثانية من الفصل 33 قانون المالية 2024، تقول لك أنت ريت باش تاخذ مثلا باش تستثمر في منطقة من مناطق التنمية الجهوية صنف المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية، تاخذ الأربع سنين نتاعك هذوما مدة 4 سنوات، ومن بعد تزيد العشرة سنوات وإلا الخمسة سنوات حسب المجموعة وحسب المنطقة تكملهم بعد ما تاخذ لافونتاج الأول. إذا كان واحد مثلا باش يستثمر في منطقة تتبع المجموعة الثانية من التنمية الجهوية ياخذ الأربع سنين نتاع، وهذا في إطار تشجيع الدولة على اللامركزية وعلى تشجيع المناطق ربما اللي عندها احتياجات وتشكو ربما من مناطق ومصادر التشغيل. بين هنا سليم في نفس الإطار، إلى أي مدى هالقانون كل ما فيه من امتيازات اللي ذكرتها أنت من بكري ربما تنجم تشجع الشباب على الاستثمار خاصة في المناطق اللي كنت تحكي عليها؟ هي الفرصة موجودة، واحنا حكينا برشا على الفرص، وفي كل مرة نشجعوا ونزيدوا نشجعوا. انا من نوع الاشخاص اني نشجع على المبادرة. انت شنو اللي باش تخسر؟ عندك فكرة مأمن بها، اعمل الخطوة اللي بعدها، الخطوة اللي بعدها انك تخدم في اطار قانوني. عندك اعفاء كيما هذا بالنسبة للاشخاص الطبيعيين مثلا اللي باش يكون باش يخدم وحده وباش يأسس الشخص الطبيعي نتاعو في منطقة مثلا كما قلنا احنا من المجموعة الأولى وإلا من المجموعة الثانية. إذا كان ماهوش في مناطق التنمية الجهوية عندك 4 سنين. في 4 سنين تنجم تعرف أنت المشروع نتاعك وين باش يوصلك. إذا كان خدمت الفلوس هذاكم هاكا ديكلاري وعندك الحق فيهم تنجم تكبر مشروعك من بعد، إذا كان ما خدمتش توقف على النشاط وتلوش فرص أخرى. هي احنا نقولوا ديما ان شاء الله الناس الكل تنجح. تختبر. المهم امن بالفكره نتاعك وخذ الخطوه، هذه فرصه تمتع بها باش تربحك برشا فلوس، وكيف كيف زاده باش تربحك راحه، على خاطر احنا كيف نحكيو على ان بروجي باغمي لي دوني اللي نشوفوهم في اي بروجي هو لوكو فيسكال. ديما نقولها شوف شنو هو الكو فيسكال نتاع البروجي نتاعك. اذا كان انت ان كو فيسكال كبير باش ترتاح منه مده 4 سنوات اللي هو لو لونسمون نتاع البروجي نتاعك، لانسي البروجي خليه يقف على ساقيه، اعمل استثمارات من بعد واستغل الامتيازات هذيا وشوف روحك اي والا لا. هذا اللي كنا نحكيو عليه الكل، نعرفوا انه صاحب المشروع ربما عنده الفكره لكن لا جيستيون نتاع البروجي هو ما يتقنهاش وما يعرفهاش، يلزم يكونوا معاه ناس ومختصين، وبالتالي للتحصل وللانتفاع بكل الامتيازات اللي تعطيها لك الدوله في اطار قانون الماليه لسنه 2024 يلزم اصحاب المشاريع خاصه الصغرى اللي مش فاهمه الحكايات هذه الكل تمشي ربما لمكتب مستشارين هو اللي تبع الحكايه الكل، والا بطريقه فرديه يدخل على مواقع يشوف مثلا معلومات مصادر وثائق ويتحصل على المعلومه ويتبع. كيفاش تتم العمليه؟ هي انيشيتيف خبخ، هو كل واحد شنو اللي يحب يعمل. اذا كان المتعامل به ماذا المتعامل به، واللي نحبوا ديما نقولوا للناس الكل ما خاب من استشار، استشير ناس مختصين موجودين
لبيرو موجودين. اذا كان عندك تحب في المحاسبه مثلا والا في الفيسكاليتي، عندك لي كونسي فيسكو اللي هم مستشارين جبائيين ينجموا يعاونوك في مسك المحاسبه، عندك المحاسبين والخبراء المحاسبين ينجموا يعاونوك. فما ناس في الاختصاص هذية بطريقه مجانيه في اطار ربما اتفاقيه الدوله مع الهيكل هذه، في اطار زاد تشجيع رياده الاعمال، فما ديزادغيس ينجموا يدقوا ابوابهم بطريقه مجانيه يقدموا لهم استشاره. مكاتب التشغيل عندهم دورات تكوين على طول العام، معناها ما فماش علاش انسان اذا كان عنده الفرص هذه الكل خاطر لا خاب من استشار. ما خاب من استشار، وفما عندك فرص نتاع تكوين زاده في مكاتب التشغيل، فما دورات تكوينيه في رياده الاعمال، في الجيستيون دي بروجي، في التكوين المشاريع، كيف كيف هذوما الكل ينجموا يعاونوك. دق الباب ادخل شوف، وعلى سور انترنت ديجا كل شيء موجود. اذا كان لقيت روحك انت خاطر بون الدومين نتاعنا إلي أن بو كومبليكي، مش ناس الكل باش تنجم تفهم، وخاصة فيه برشا قوانين، وعندك الحقيقة صعيب الفيسكاليتي وعندك جيستيون وعندك كونتابيليتي، ولكن فما ثغرات زادة وأي غلطة راهو في القانون تتحسب عليك، يعني ماهيش لعبة. هذاك علاش أنا نرجع ونقول تنجم عندك فكرة عندك مشروع، لكن شوف شكون من أهل الاختصاص هما يوجهوك ويخليوك تمشي في الثنية صحيحة، باش هكاك كل مرحلة كل خطوة تبدأ متمركزة صحيح، وبالتالي تتفادى ربما مشاكل اشكاليات خسائر. صحيح ولا فما بالضبط هو اي حاجه باش تغلطها انت في المشروع نتاعك راهي باش تتكلف لك، ما تصورش انه فما غلطه باش تتعدى اين بيرسيو. قبل ما تعمل انت تبدا في المشروع نتاعك اعمل دراسه مشروع كامله. الدوله توفر لك، فما ادارات تابعه الدوله توفر لك احاطه وتكوين. ودولا من الدوله فما مكاتب مختصه زاده تنجم توفر لك احاطه وتكوين، واحنا ما نشدوا المعلومه على حتى حد، حتى بالتليفون انا ساعات يكلموني ناس سبونتاني نجاوب ما قلقنيش. شكرا ليك سليم مناعي خبير في اداره المشاريع على كل التوضيحات بخصوص قانون الماليه الجديد وما يحمله من امتيازات لكل الناس اللي ناوي انها تستثمر والا ديجا عندها استثمارات سواء شركات والا مؤسسات صغرى متوسطه او كبرى. شكرا ليك وسنين دائما. مرحبا. نتعداو مواصلين المشوار ونشوفوا مع بعضنا هالروبورتاج اللي من خلاله باش نعرفوا ونكتشفوا اكثر تفاصيل عن تظاهره اوغوبوت اللي تنظمها جمعيه تقنيات الروبوتيك، التفاصيل ربما من خلال هالمواصلين مقتطفات، وراجعين مع ضيف آخر. مرحبا بكم في ديكليك ورمضان كريم.
رجعنا لكم واصلين المشوار. مرحبا بضيوفنا الكرام ياسمين السالمي الكاتبه العامه لجمعيه تقنيه روبوتيك. اهلا وسهلا ومرحبا. مرحبا فيك عايشه. روعه كنيسي عضوه مكتب اداري بالجمعيه جمعيه تقنيه روبوتيك. اهلا وسهلا ومرحبا، رمضانكم مبروك ونورتونا. مرحبا عليك عايشه. يعيشك. نبدا معك ياسمين، ما انك الكاتبه العامه، اعطيني بايجاز فكره ربما عن جمعيه تقنيه روبوتيك وقتاش تاسست، اهدافها، مقرها فين؟ عندكم برشا منخرطين من تونس ومختلف ولايات الجمهوريه، والا متمركزين فقط مع الاعضاء اللي هما موجودين اساسا في العاصمه؟ دونك جمعيه تقنيه الروبوتيك هي جمعيه نشات بالاساس في لينسات، مقرها في لينسات، المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا. عمرها قد ايه؟ نشات عام 2016. بديت بطلبه من المعهد، تحديدا طلبه من الكلوب النادي مختص في مجال الروبوتيك اسمه ميكاترونيكس قديما. دونك الطلبه هذوما ابدعوا في مجال الروبوتيك، اتقنوه وتمكنوا منه. بمعنى ابدعوا، شاركوا في مسابقات وتحصلوا على تتويجات، وبالتالي هو اللي كان حافز انه الجمعيه تكبر، صح؟ بالضبط، العباد هذوما شاركت في برشا مسابقات على الصعيد الدولي وعلى الصعيد الوطني، وكانت تربح ياسر في المسابقات هذيا، واثرت زاد من خلال المشاريع اللي تقوم بها في المشكله في المسابقات، مشاريع في وسط الكلوب، في وسط النادي هذا. هذا اللي خليها تكبر وتشع اكثر واكثر؟ بالضبط، دونك كان الهدف انهم هالموروث هذا اللي عندهم انهم يورثوه للاجيال اللي بعدهم. فقرروا انهم يبداوا بولاد الانسات، شاركوهم في الانشطه، في الدورات التكوينيه وغيره، ونجحت الحكايه. دونك بعد قرروا انهم ينفتحوا على بقيه العباد المختصه في المجالات، والا العباد الهوات الاخرين اللي في نوادي اخرى، في جامعات اخرى، ولا في مؤسسات خاصه وعموميه والى اخره. وبالتالي رواد الجمعيه تقريبا بلغه الارقام قداش عندكم حاليا؟ من 2016 الى حد الان اكثر من 400 عضو. تبارك الله. كلهم طلبه لينسات. والنشاط كل وقت ايش؟ مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، كيفاه؟ هي لينسات مخليتنا ساعه نهار الاربعاء ذاك عشيه خاص بنهار الكلوبات بالنوادي، دوك هذاك نشطوا فيه برانسيبالمون، والنادي يكون مفتوح جميع ايام الاسبوع. وللعباد الكل، مثلا انا عندي ولدي ينجم يدخل لينسات ونجم يدخل الكلوب، كيفاش تتم العمليه؟ هذاك اللي قاعده تتفرج، عندي المعلومه صحيح. دوك الجمعيه هذيا اش عملت؟ تأسست الجمعية، ما عادش نادي الميكاترونيكس اللي حكيت لك عليه قبيلة، أسسنا جمعية بصبغتها القانونية هذه خلتنا نعمل شراكات مع مؤسسات أخرى، مع كلوبات أخرين، مع نوادي أخرين، مع جمعيات أخرى كيما الهلال الأحمر، كيما الكشافة، كيما نوادي أخرى نتاع روبوتيك في تونس خاصة وعمومية. يعني بالتالي خلقتوا الملاذ للناس وللأولياء باش يهزوا صغارهم في إطار الجمعيات هذوما ولا الهياكل هذوما باش أولادهم تنتفع بتقنيات روبوتيك. بالضبط. نتعدى لك روعة، بما انك عضو مكتب اداري بالجمعيه، ماذا بيك ندخلوا في صلب الموضوع ونبداو نحكيوا على اهم التظاهرات اللي تنظمها الجمعيه، وخلينا نحكيوا ربما عن فعاليه الدورة 11 لليوم الوطني للطيران اللي يتنظم نهار 20 و21 افريل، وبالتالي ربما تفاصيل عن الفعاليات هذه، شكون باش يكون موجود، عدد المشاركين، فما محور، فما شعار محدد، فما ضيوف باش يكونوا من برا، سيما وانه الجمعيه عامله شراكات مع فرنسا وعده جمعيات اوروبيه. بهي ساعة أنا قبل ما نكون عضو في الجمعية هذه أنا ديجا أمينة المال نتاع الجمعية هذه. هذه الصفة اللي أنتم بعثتوها لنا، وهذاك علاش احنا قدمنا نسقا للمعلومة اللي وصلت. افيك ان كرون بليزير، تفضل. ان توكا بي دونك لا تي ار تنظم زوز ايفينمونات كبار اللي هما زوز تظاهرات كما كانت تحكي ياسمين. احنا ننشطوا في دومين الايرونوتيك اللي هو مجال الطيران ودومين الروبوتيك. دونك بالنسبه لدومين الايرونوتيك اللي هو مجال الطيران، عندنا ان ايفينمون اللي هو تظاهره ليرو دي اللي هو اليوم الوطني للطيران بتونس، اللي تاسس عام 2013 مع تاسس لاتيير. دونك تسجل عامتها في لينوربي، دونك هو اليوم الوطني للطيران الوحيد بتونس. دو تيل فاسون اي عبد مغروم بالايرونوتيك في تونس ينجم يجي باش يجيب طياراته وكل ويشارك ويحضر معنا نهار ليرو دي. فين تنظيم التظاهر؟ يصير معناتها اترافير معناتها من قبل طلبه بالانسات، ويصير كل عام في الانسات. دونك يصير على 3 ايام، النهار الاول يصير قبل بجمعه،
هما معناتها فما دات تصير في الانسات نهاري في خاطر فما ديت تشالنج نتاع 24 تشالنج وفما اللي هما 2021 افريل 2021 يبداو دونك نهار 20 يبداو لي تشالنج 24 تشالنج يصيروا وقبل بجمعه من الدات هذيك نعملوا 2021 افريل وي 2021 افريل وقبل بجمعه يصيروا دو تشالنج باغمي لي تشالنج تاع لي شروط المشاركه اللي هنا روعه للي جون اللي قاعده تتفرج وربما الوقت قاعد يداهم بما انه رمضان دونك ما عادش فما برشا وقت وبالتالي فما شباب ينجم يلتحق بكم كيفاش ينجم يتواصل ما هي المقاييس اللي تعتمدوها باش اي انسان يكون موجود في اطار اليوم الوطني للطيران بتونس هو ليفينمون هذا مي با ديستيني كل العباد الكبار هكاهو دونك الي ديستيني بور توت كاتيغوري داج للعباد الكبار وللعباد الصغار دونك اي عبد مغروم بده من هذايا ينجم يجيب طيارته بون شو معناتها يجيب طيارته؟ بهو فما ثلاث انواع نتاع الطيارات فما الطيارات اللي من غير محرك اللي هما سوسون الطيارات سامبل يطيروهم والبيوت نتاعها انها طياره تقعد في الهواء اللي نلعبوا بهم واحنا صغار اكيد كل ورقه هذيك صغيرونا اما ماتريو اخر اي نجم يشارك حتى تقنيات بسيطه صحيح وفما الطيارات اللي فيهم محرك دونك فيهم طيارات تسوقهم انت وفما الطيارات اللي هما لي درون طياره بدون طيار هذوما ينجموا يشاركوا فيهم كما قلت لك فما للصغار وفما للكبار يعني فما اصناف في المسابقه نعم هكاك صحيح وفما تتويجات فما جوائز فما لجنه تحكيم فما لجنه تحكيم وفما دي كونفيرونس هما بعض الصور ربما للتظاهره هذه والطيارات اللي تحكي عليها يا روعه هي روعه كمل نجيبوا دي كونفيرونسي من برا ناس معناتها مختصه في دومين لايرو سبيسيال في دومين لايرونوتيك نطرحوا دي سوجي معينين دونك بالحق نهار شجع تظاهره كبيره برشا تظاهره كبيره على الاخر وسامحني بالنسبه للتيم معناتها اي فما محور السنه بيان سور شنو باش نحكي عليه بون لي اعطينا جوست العنوان مش مشكل ناخذ السابق فواياج دون لو تان رحله عبر الزمن هكاك وي وكل واحد يطير طيارته في اطار هالرحله عبر الزمن حاجه صحيت في التيم هذاك فين يحب يوصلها نرجع لك امان روعه خلينا نتعدى شويه لياسمين ياسمين لهنا توا كيما قالت روعه انه التظاهره هذه مهمه وكبيره وفيها برشا اصناف فما العديد من المشاركين والمشاركات وفما ندوات ومحاضرات والتيم هو الفواياج او السفر عبر الزمن لهنا نحكيو على التتويجات يعني انا عندي صغير وعنده طياره ومغروم ويحب يشارك فما جائزه قائمه باش يتحصل عليها والا فما ربما تبادل زيارات في اطار زاد انتم شراكتكم مع جمعيات في نفس الاختصاص اوروبيه باهي احنا تعرف الايرودي عندنا باغمي لي زاكسي اللي نخدم عليهم المحاور عندنا محور اسمه اتولي نوفيس اتولي هذا ايش معناه احنا نتنقلوا من برشا مدارس نتفاهموا مع تعملوا ورشات نعملوا ورشات نعلموا يعني عاملين اتفاقيه مع وزاره التربيه لهنا ايه تقريبا دونك نمشيو لبرشا مدارس حتى في مناطق نائيه نتحركوا في تونس الكل قبل ليفينمون باش نحضروهم يحضروا طياراتهم قبل ما يجيو دونك هكا يجيو حاضرين وكيكا نعطيو فرصه للناس الكل حتى اللي ما عندهمش نوادي نتاع ايرونوتيك ما عندهمش نوادي نتاع روبوتيك احنا مشينا لهم يتو الناس اللي تسمع في الحكايه هذه تقول لك يحضروا طياراتهم يعني انا كوليه منين نشري الطياره اللي ولدي باش يتعلم بها لا لا الطياره يصنعها وحده حتى طياره الورق نتاعها الصغيره الطياره يصنعها وحده احنا نوريه شويه الماتري ماتري راه يكون ماتري تافه برشا حاجه بسيطه ياسر اما كي تخدمها بالكدا اي ماتري في الحياه هذه تنجم طياره اي حاجه دونك نتنقلوا احنا وحتى اللي نعملوا بالخفيف فما اللي بالخفيف فما اللي باللوح والطعم المهم تفهم شنو هي تفهم الحاجات فيزيك كيفاش باش تطير الطيار معناها احنا صغار نفسر لك شنو هي الحاجات لي باراميتر اي المقاييس اللي تعملها باش تطير الطيار احنا نوريك القرايه هذا العلم شنو يقول وشغف الصغيرات كيفاش تلقاو الصغيرات والشغف نتاعهم العينين تبدا تلوق يبداو فرحانين هذيك الحاجه اللي زدتنا خاطر عينيك انت وجهك وقت يعني قاعده تصور لهنا ترجع للصغيرات ورد فعل مشينا برشا اتوليات في برشا بلايص في تونس وبالحق كانت اكسبيريونس ممتازه باهي نرجع لك ملال هنا روعه اعطيني اكثر تفاصيل عن فعاليه الدوره الثانيه اليوم الاولمبي للروبوتيك اللي مش تكون نهار 30 31 مارس كما قلت لك التظاهره هذه زاده تظاهره كبيره تقوم بها الجمعيه تظاهره كبيره على الاخر اللي هي روبو اولمبيكس ولا نجم نسميها لك زاده بالايام الاولمبيه للروبوتيك التظاهره هذه هي كما اي تظاهره نتاع روبوتيك زاده باش تكون سو ان تيم بيان ديتيرميني تحدوا لجنه التنظيم دونك parmi les challenges الموجودين باش يكونوا اربع تحديات تحدي نتاع لي روبو سويفور دو ليني اللي هما هذوما الروبوات اللي كيتحط سوغ لا ماكيت باش يتبع خط معين باش يعمل المسار نتاعو باش يوصل البوان داريفي
وفما لي روبو تيلي غيدي او بيان لي روبو تو تيران اللي هما لي روبو اللي يسوقهم اللاعب يتحكموا بهم يتحكموا فيهم فوالا اكزاكتو. وفما لي روبو اوتونوم اللي هما اصعب شويه من لي روبو الاخرين. هذا الروبو يكون عنده مهام والمهام هذيك يعملها سونز انترفونسيون تاع الكومبيتون معناها تاع العبد اللي باش يلعب معناها يلعب واحد الروبو. والرابعه اللي هي حاجه سبيسيال السنة بي فوكو احنا اتيير البوت نتاعنا ان نوصلوا نعملوا تظاهره تلم التصفيات نتاع لي كومبيتيسيون المسابقات العالميه اللي تصير في تونس الكل لما في تظاهره واحده دونك لا كومبيتيسيون روبوت اللي باش تحكي عليها ياسمين اللي هي مسابقه عالميه سنه التصفيات نتاعها باش نعملوها كتحدي من التحديات نتاع عديت لي كلمه ياسمين. اعطيني ربما اكثر تفاصيل على المسابقه العالميه روبوت في تونس سيما وانكم تقريبا الجمعيه الوحيده في تونس اللي فعلا شراكه مع جمعيه بلانيت سيونس الفرنسيه واللي عندها ثقه فيكم واللي اعطتكم ربما تاشيره العبور لكل التظاهرات الدوليه بايجاز. شو باش نلقاه في التظاهره هذيا وربما هل الدعوه مفتوحه لكل الشباب باش من توا يدخلوا على الموقع نتاع الجمعيه ويسجلوا ويكون عندهم بلاصه في اطار انشطتكم هذيا؟ باهي خلينا نحكيو ساعه على الروبوت. لا تيخ خذيت التصفيات من عند بلانيت سيونس من 2013 من تاسيس الجمعيه اللي هي جمعيه تقنيات الروبوتيك. جمعيه تقنيات الروبوتيك محمد رسول الله خذيت لوكي باش هي خذيت لوكي باش تنظم التصفيات نتاع الروبوت في تونس. الروبوت شنو؟ الروبوت من اعرق مسابقات الروبوتيك في العالم تتقام من عام 1998 عمرها 26 سنه ويشاركوا فيها دول الاتحاد الاوروبي اكثر من 25 دوله باستثناء تونس وتايوان. دونك نشاركوا فيهم هذا كل شاركنا احنا توا ملي ننظموا قاعدين في التصفيات كل عام تونس تبع ثلاثة فرق. الفريق الاول والفريق الثاني يترشحوا بترتيب النقاط والفريق الثالث يترشح بجائزه التحكيم بخي جوري. شو معناها جائزه التحكيم؟ معناها انت عندك الفرق نتاعك مرتبين الفريق الاول والثاني يترشحوا الفريق الثالث تجي لجنه التحكيم وتختار بين مقاييس. مثلا فما روبو مثلا ما خلطش يعمل برشا نقاط لاسباب تقنيه ولكن روبو تبذل فيه مجهود كبير وظاهر عنده بوتنسيال باش انه يربح. دونك الوقت اللي داهم فينا ماذا بيا ما تخرجوش في الخفايا خاطر الناس ما تحبش تفهم الخفايا. انتوما لي جون انتوما تعرفوا ربما خفايا هالايام هذه وهالتظاهرات. انا اللي يهمني اني نعدي معلومه بطريقه سلسه وبسيطه ونعدي الاخبار ونقول للناس وللشباب وربما للاولياء اذا اولادكم عندهم غرام بروبوتيك اذا اولادكم تحبوهم يكونوا موجودين كيفاش يتواصلوا معاكم؟ فما اجال للتسجيل فما معاليم للتسجيل كيفاش تتم العمليه؟ المعاليم موجوده على الباج واجال التسجيل قداش المعاليم؟ تقريبا به مش مشكل يشوفوا على الباج يشوفوا على الباج لكن التسجيل تسكر توا بالنسبه للسنة على خاطر الروبوت تحضيرها اكثر من 19 دونك تهبط في سبتمبر كراس الشروط ويقعدوا يحضروا لها تسكر السنة ولكن لي تشالنج اللي موجودين في التحديات اللي موجودين في اليوم الاولمبي في الروبوتيك يشبهوا برشا لي تشالنج نتاع الروبوت دونك يحضروها في اليوم الاولمبي. هما ديجا ما قلنا كات تشالنج تشالنج وروبوت تو سي بون مي لي تخوا تشالنج الاخرين مازالت عندهم الفرصه انه يشاركوا فيهم اي سورتو كان باش يشاركوا في تحدي الاوتونوم باش يكون كيما لونترينمون على خاطر التقنيات اللي تعلمها العبد اللي يحب يشارك باش يعمل روبو اوتونوم بريسك هي بيدها معناتها باش يعمل روبو اوتونوم يشارك بيه في لو روبوت دونك باش تكون حاجه معناتها اونترينمون يدرب بيه باش فوالا اكزاكتومون. ولهنا بحكم تفاعلكم مع صغيرات في اطار ربما الشراكه الموجوده مع الوزاره وزاره التربيه نحكي ودخلتوا المدارس وتشوفوا في الصغيرات خاطر انتم تويك تبارك الله دي ستوديون طلبه يعني مستوى وعي اخر على الصغيرات فما غرام وعندنا وليدات هكا تحسهم بذره ربما لمشاريع مكتشفين والى رواد في اختصاص الروبوتيك والى الغرام بعيده علينا؟ لا عندنا برشا وكي زرنا برشا برشا معناها نوادي اخرين وقرينا فيهم فما صغار قعدوا يكونتاكسيو فينا بعد ما مشينا معناها ياخذوا من عندنا يقول لي اعطيني الفيسبوك نتاعك خليني نكلمك كي نستحقك وفيكتيفمون يرجع لك حتى بعد شهر وشهرين راه معناها يقعد بالحق متفكر ويقعد باسيوني ويولي غرامه يكبر معاه فك في الدومين هذاك. سورتو زاد نعطيو ليكزومبل نتاع الروبوت يا اخي الروبوت هي كيما قلنا للصغار وللكبار راهم بالرسمي لي بارتيسيبون لي زيكيب بارتيسيبون في الروبوت نتاع الصغار اكثر معناها توصل قداش مرة اكبر بيسر نتاع لي زيكيب نتاع الكبار. هذوما صغار تحكيو عليهم يعني صغيرات صغيرات والا 10 11 12 تقريبا ما قبل سن المراهقه وسن المراهقه.
في الروبوت جينيرالمون يكونوا في بين 11 حتى 18 سنه. بالنسبه للصغار صغار عندهم دي تشالنج خاصين بهم في الايام التيارات الورقيه في الايام اللي ذكرتوهم بك. اي فما في الايرونوتيك وفي الروبوتيك وفي الروبوتيك. بحكي كلمه الختام منك انت روعه ومن بعد كلمه الختام مع ياسين. نحب نرحب بالرسمي في اي عبد كوسوسوا مهتم دومين الايرونوتيك والا الروبوتيك باش يحضر معنا في التظاهرات نتاعنا بالحقره وسي با ديستيني سولمون للعباد معناتها اللي حد تحب تشارك لا بالعكس الاي عبد مهتم بالدومين هذا راهم يجيونا عباد معناتها معنا جست عباد تحب تجي تتفرج خاطر ميمسي ماكش باش تشارك اجا تفرج وعيش معنا التجربه وبالحق حاجه باهيه على الاخر سيرتو نفرحوا كي نراو الصغيرات احنا ابخي تو معناتها اتاير لوبجيكتيف نتاعنا ان نغرسوا في معناها في عقولاتهم الصغيرات الغرام هذا والثقافه هذه خاطر ذو التطور طولي عايشينه بالحق حاجه نسيسيغ على الاخر ان شكرا ليك روعه ياسمين ماذا بيا كان بايجاز تذكر المواعيد احنا حكينا على اليوم الوطني للطيران بتونس في الدوره 11 وقتاش؟ 20-21 أفريل فعالية الدورة الثانية اليوم الأولمبي للروبوتيك وقتاش؟ اللي هي 30-31 مارس وعندنا التصفيات الوطنية المسابقة العالمية أوروبوت في تونس وقتاش؟ 30-31 مارس وبالتالي فوالا الناس اللي تحب تاخذ المعلومات تدخل على سيت نتاع جمعية تقنية الروبوتيك وتلقى كل المعطيات اللي حكاوها البنات تويكا. شكرا لك ياسمين السالمي الكاتبة العامة لجمعية تقنية الروبوتيك. شكرا لك نورتنا ورمضانك مبروك. مرحبا. شكرا يعطيك الصحة. روعة كنيسي عضوة مكتب إداري بالجمعية وشنو الصفة الأخرى؟ أمينة المال بالجمعية. إن شاء الله رمضانك مبروك وشكرا لكم على الحضور. مرحبا بكم معنا مرة أخرى إن شاء الله باش تحكيوا لنا ما بعد التظاهرات وتقييمكم ربما ورجع الصلاة. نورتونا وسنين دايمة ومرحبا بكم. نتعدي ونشوف مع بعضنا فقرة مصورة تأمنها زميلتي سرورة سرداجي عن التكوين بحي الخضرة أو مركز التكوين بحي الخضرة. وراجعين مع ضيفة أخرى لعملت تكوين في المركز هذايا وعملت مشروع وتكون توا هي في سيدات إلهام الكعبي. هذه تفاصيل ربما الضيفة اللي باش تكون بعد الروبورتاج اللي تأمنوا سارة الداجي. مرحبا بكم. منظومة التكوين المهني في تونس منظومة متعددة الاختصاصات والتوجهات تفتح آفاق كبيرة أمام الشباب حسب الميول والكفاءات. المرة هذه اخترنا باش نحكيو على المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء اللي تأسس سنة 1997 في زوز اختصاصات الصناعات الغذائية والصيانة الصناعية. طاقة استيعاب هذا المركز تبلغ 380 متربص ونلقاو فيه تكوين بالتداول وتكوين عن بعد. عندنا المستوى التقني المهني في الصناعات الغذائية دونك سي لو تكنيسيان بروفيسيونيل اون اندستري اغرو اليمونتير وعندنا لو نيفو بي تي اس المستوى التقني السامي في زوز اختصاصات اللي هما مراقبه الجوده في الصناعات الغذائيه لو كونترول كاليتي اون اندستري اغرو اليمونتير وعندنا التغليف والتعبئه دونك سي لو تكنيسيان سوبيرور اون امبالاج كونديسيونمون في الصناعات الغذائيه. بالنسبه للصيانه الصناعيه سي لا جيستيون دو لا مانتونونس اندستريال وكيف كيف عندنا زوج مستويات دونك المستوى التقني المهني والتقني السامي. الكل يتميز بالبارتي براتيك احنا نسميوها عندنا ديما اون التيرنونس ما بين لو تيوريك اللي هو تيوري نظري والبراتيك اللي هو تطبيقي دونك هذا باش يتميز الفورماسيون في السونتر نتاعنا دونك لي ستاجير يخرجوا من هوني اوبيراسيونيل دي لو بروميير جور هذاك اللي يبداو فرحانين به لي زاندستريال سي كون خرجوا لهم دي ستاجير عمليين من نهار الاول. انا نحب الكونترول كاليتي وكل شيء عملت بي تي بي لهنا بعد عديد كونكور باساج بي تي بي بي تي اس ونجحت فيه وكملت قريت البي تي اس نتاعي لهنا. بالطبيعة تنجم بالدبلوم تاعك سورتو تكنيسيان سوبيريور في كونترول كاليتي تنجم تخدم به في برشا دومينات معناها تكنيسيان سوبيريور في لابوراتوار في دي زوزين كبار. الصيانة الصناعية مطلوبة برشا في سوق الشغل
على خاطر هي تلم برشا حكايات، يقراو الكترونيك، يقراو الكتريسيتي، يقراو البنوماتيك، الهيدروليك، التيرميك، الفوغوا، الاوتوماتيزم، ريغولاسيون، خلف المواد الاخرى اللي هي نتاع الفورماسيون جينيرال كيما الفرنسي والانجلي والكوميونيكاسيون. دونك عندهم فكره على برشا حاجات، هذاك علاش هما مطلوبين بالكدا، معناها عندهم فكره على ينجم يخدم في اي دومين من اللي دومين اللي كنت نحكي لك عليهم. انا خذيت باك ايكونومي، باك ايكونومي 2021. بعد ما خذيت الباك حبيت نعمل حاجه معناها مطلوبه وحاجه نحبها، هذاك علاش اخترت المانتونونس اندستريال. بي اول ما التحقت بالسنتر عندك فكره على الاختصاص هذا؟ عملت ريشيرش قبل ما تجي ولا سمعت به وجيت؟ انا كي جات لبالي معناها الفكره نتاع الفورماسيون عملت ريشيرش وعرفت كل سنتر كل فورماسيون شنو هي الحاجات اللي يقراوها. معناها لقيت القرايه صعيبه هنا ولا في المتناول؟ لا الحق ماهيش صعيبه في المتناول. بي قداش تقعدوا تقراوا؟ احنا نقراوا الترنوس، معناها تقرا نقراو قرايه عاديه براتيك وتيوريك. نقعدوا نقراو من الاول 6 شهور براتيك ومن بعد تيوريك ومن بعد نمشيو نقراو براتيك. باهي. تو عندك فكره على المجالات اللي في سوق الشغل بحكم تعدي ستاج وترجع تقرا لهنا؟ اكيد عندك فكره انه الافق مفتوحه قدام تلامذة الكل. بالطبيعه. متربصين الكل. بالطبيعه سورتو الدومين هذا فيه برشا حاجات نقراوهم، معناها برشا كيما نقراو ميكانيك، الكتريك، الكترونيك، معناها منفتح على برشا حاجات. انتم توا متواجدين في اليونيتي دو برودكسيون، سي يونيتي بيلوت موجوده براتيكمون، سي لا بروميير في نور افريك. هي عباره على معمل مصغر اللي نقوموا فيه تحويل الحليب الى مشتقات الحليب من اجبان، ياغورت، زبده اكسيتيرا. دونك التلامذه نتاعنا المتكونين نتاعنا يتعدوا يا اما لليونيتي هذيا ولا اذا عندنا يونيتي اخرى نتاع الاختصاص نتاعها هي المصبرات واللي كونسيرفي لي سومي اي لي سومي كونسير. في العام الثاني نتاعهم نتاع القرايه يعني بعد ما يقراو لي موديول لي ماتيير جينيرال الكل يتعداو لهنا باش يشوفوا لي سبيسياليتي. الهام الكعبي صاحبة مشروع تصنيع الأجبان العصائر والشوكولا، أهلا وسهلا ومرحبا ورمضانك مبروك. عيشك بصلك. أو هكا احنا جيعانين جبت لنا الخيارات الكل وحطيتهم. ان شاء الله كل عام انت حي بخير. عايشك ان شاء الله. اي الهام. دونك انت خريجه مركز التكوين للصناعات الغذائيه بحي الخضراء، صاحبه مشروع لصناعات الشوكولاته، الكنافه، العصير، الاجبان، حاجات البنينه الكل انت تصنعها. احكي لي شويه على الهام، شنو قريت ربما مشوارك الدراسي وكيفاش جات البالك انك تدخل تعمل تكوين في اطار هالمركز هذا بحي الخضراء؟ انا منقولي مغرومه باي حاجه نصنعها بيدي، مغرومه ديجا كيف نتقلق ولا نحس روحي سبب با ندخل كوجينه. صح عليك. ندخل كوجينه لازم نخرج حاجه بنينه، معناها نتاع غشه باي حاجه بنينه. دونك من بعد اخترت اني نعمل حاجه تبع الدومين هذيك، نحب اي حاجه كراها نشوفها كيفاش تصنع، كيفاش تخدم جبن، كيفاش علاش نشريه، نحب الحاجه ما نشريهاش، نحب نعملها وحدي في الدار. قد عمرك انت تو؟ 26. 26 وقتها جات لبالك ربما هالفكره انه انت تحب تعرف خفيه التكوين وربما الطبخ اي حاجه تشوفها؟ يعني الحلمة من وقتاش بدات في بالك؟ انا مازلت نقرا في الليسي، مصروفي ديجا نمشي نشري بيه فارينه وعظم، كل مره نجرب حاجه، مره نجرب كرواسون، مره نجرب كوكيز، مره نجرب جاتو، ساعات ناكل تري خاطرني ما لبست الدنيا الكل معناها ونقعد جيعانه ما يسالش، ولا بنطبع السيريات ولا حاجه ونمشي نشري بيهم العظم والفارينه والشوكولاته وكل نعمل بيهم من انا صغيره معناها. يعني هذا هو الغرام. كبرت وقررت انك تمشي في غرامك. في الصوت اللي يقول لك راك انت نتاع طبخ نتاع كوجينه نتاع حاجات بنينه تنجم تقدمها لاي انسان. به وقتاش دخلت المركز التكوين بحي الخضراء وكيفاش كان التكوين ضمن فريق عمل متكامل؟ 2017 دخلت،
ساعة الريزلتات اللي أنا تقبلت وقتها قعدت الكونكور فرحت فرحة بكل أكثر سارة. وقتها كان بالكونكور توا ما نعرفش توا ذولي ما عادش أما إحنا دخلنا بالكونكور وقت وعلاش اخترت أنك تمشي ربما لمركز التكوين للصناعة الغذائية بحي الخضرة في حين أنه فما برشا مراكز وبرشا ورشات اختصاص ربما الطهي وإلا الماكلة المالحة والحلوة أنا بالأخص شوكولاتة وجبن مغرومة بهم نحب نعرف كيفاش يتخدموا مش نمشي فما دي سنتر أخرين صحيح أما مش سبيسياليتي فيهم مشيت غادي هكا أول سنتر الحقيقة صبيت في دي سنتر أخرين أما أنا ندعي يا ربي نتقبل في سنتر ذاك خاطر حبيت نخدم بالضبط لي فخوماج نقراهم بالكدا ونتعلمهم بالكدا الشوكولا كيف كيف قد مدة التربص في المركز هذا؟ عامين بمعاليم مجانية يعني بمعاليم وإلا بطريقة مجانية؟ لا بطريقة مجانية لهنا دعوة مفتوحة لكل السيدات أي وحدة كيفك تحب الغرام كليت الترايح وحطت مشروبة في الفارينة والعظم نجم تمشي لي مركز التكوين للصناعة الغذائية بحي الخضرة وتلقى التكوين اللازم به. كيفاش كانت ربما هالسنتين؟ قلت لي أنا كنت نقرأ وكنت ننتج وكنت نبيع في السلعة متاعي وكان عندي مصروفي في جيبي أحكي لي على التجربة هذه. بالنسبة لي أنا أحسن عامين في حياتي هذوكم على خاطر في السنتر الفورماتور اللي غادي الفورماتريس ما همش جست احنا نمشي باش نقراو كهو بالنسبة لي أنا ولا أصحابي وعائلتي معناها عائلة ثانية حتى نبدأ مريضة نتقوى على روحي باش نمشي وأنا لتوا ديجا متخرجة من 2019 ولتوا نمشي للسونتر ديما في كل ما معناها كي نغيب أصلي فقدوني وينك ديما نمشي كل ما فما حاجة نتعلمها كل ما فما مش يعملوا يخدموا أي حاجة معناها في الشوكولا وإلا ديما نمشي ونحضر يعني أنت قاعدة لهنا بصدد تطوير كل التقنيات الخاصة بالطبخ حلو مالح جبن شوكولاتة هذيك علاش ديما في المركز ديما تمشي ديما تبع جديد جديد أي ديما تبع جديد وديما حتى كتبدا عندي فكرة أنا نمشي نناقشها معناها غادي مع لي فورماتور نتاعي عطيوني راية يشجعوني هما ديجا الحقيقة معناها من أكثر المشجعين والمساندين لينا ديما يشجعوك سير تجرب فما انا وقتها نقرا مزلت وقاعده نعمل في كرياسيون جديده نتاع جو كريم ديسير تلقاني نهار طرو انا ندور نعمل في ديغوستاسيون ذوق كل ولا حتى مانيش نقرا عندهم ما يعرفونيش يعرفوني معناها بدي يسالوني شنو عملت ونوصلت في الحاجه هذيك كيفاش كانت التجربه وقت اللي انت مازلت تقرا ومازلت تجرب ومازلت تتلمس ربما في هالقطاع هذايا اللي انت مغرومه به لكن ما كنتش تعرف التقنيات وانت تخدم والناس كي تجي للمركز وتشري السلعه نتاعكم السلعه تتباع في رمشه عين كيفاش كانت ربما هالسنوات هذيا في نهار تعمل معرض اللي هو ماركت دي وقتها احنا قالوا لنا معناها كل واحد باش يخدم حاجه ما تخدموها مش تجيبوا حاجه من برا تخدموا في السونتر وفروا لنا هما الحقيقه كل شيء وبقاو لي فورماتور معانا قعدنا للي خدمنا اون جروب وقتها انا ومعايا اصحابي وكل خدمت معاهم الحاجه هذيك وزدت في الدار وحتى عملت حاجات اخرين خاصين بي انا كي خدمناه ما توقعنيش باش نبيعوا كيكه ما توقعنيش الجمله من بعد نذكرك نحسبوا في الفلوس هكا وفرحانين تذكروش المونطون اللي وقتها جاي في ديكم بعد ما باتوا السلعه هذه كل في ايطاليا يوم جروب. المفتوح نتاع المركز احنا وقتها جروب معناها ما شاء الله دو 8 بيرسون يظهر لي كل واحد بايو قد ايه كل واحد في 80 79 فرحت بهم فرحت بهم على الاخر واش عملت بهم شريت بهم سلعه كالعاده زدنا طورنا بهم وقت على خاطر احنا وقتك خدمنا في بالنا جوست النهار هذاك وكهاو يخرجونا عباد من برا من السونتر وشريو من عنا ولاو يطلبوا فينا على نمرو التليفون خذوا نوامرنا معناها ما ميم با احنا عملنا دي كارت فيزيت ولا حتى شيء خذوا لي نيميرو نتاعنا وقعدوا ان كونتاكت معانا يعجب في دي كوموند وكل بيلاني خلينا ندخل في سلب الموضوع دونك انت بعدت على الفريق خذيت الشهاده نتاعك وحليت مشروعك وحدك وليت في الدار الطيب هالحاجات هذه الكل اللي قاعدين نشوف فيها فما الكنافه فما الشوكولاته فما جبونات بانواعها فما العصائر زاد البيو الطبيعيه زاد بانواعها اعطيني فكره كيفاش قررت انك سيئة تبعد على الفريق وتولي وحدك تعمل مشروعك تعمل اسمك ماركتك تحل وسائل التواصل وتخلي الناس الكل تشوف منتوجاتك وتتفاعل معك بطريقه ياسر سريعه وياسر ايجابيه. هو الحقيقه مش انا بعدت هو احنا كي كملنا قرينا هما البنات كل واحده مشيت خدمت في دومين معناها كل واحده خدمت تجت ثنيتها قعدت انا وصاحبتي بارك من بعد هي زدت مشيت خدمت انا كنت كونتر اني نخدم في اي بلاصه اخر نخدم لروحي نخدم عرفت نفسي معناها نحب ما نحبش دونك قعدت نخدم وحدي وقتها ساعات تجيني كوموند
مثلا في رمضان خاصة الموتزاريلا والجبن يجيني كوموند كبيرة ساعات لأن البيت ما نرقدش معناها في الدار، ساعات تعاوني معناها ما ولا أختي، أما نقعد قعدت وحدي ولتو قعدت وحدي، وبالأخص في رمضان الطلبيات تكثر أكثر لي كوموند على خاطر الناس الكل تتشهى والناس الكل تحب ويحبوا حاجة فخي معناها حاجة فرشكة وبنينة. باهي لهنا المواد الأساسية اللي تخدم بها جبونات، اللي تخدم بها الكنافة، اللي تخدم بها العصير، نعرفوا أنه السوق يطلع ويهبط، ساعات المواد موجودة، ساعات غالية برشا، وبالتالي كيفاش تتعامل مع هالحيثيات هذيا الكل؟ والتسعيرة نتاعك ربما للناس اللي قاعدة تتفرج وتحب تتواصل معاك مع رمضان ومع الشهاوي، وأنت حطيت لنا الخيارات لهنا على الطويلة، كيفاه؟ ناخذ مثلا البريود اللي فاتت السكر هو مثلا نوفي، انا عندي ستوك خدمت بيه، من بعد كنقص شويه ما نخليهوش لنيوفا على الاخر، معناها نخلي ديما فما شويه ونزيد نقعد نلوج على الحاجه هذيك. والتسعيره نتاعها قداش وكيفاش لها؟ في المتناول التونسي مثلا يكون في المتناول هذيك ب 20. باهي، وبالنسبه للاجبان قداش جبونات؟ فما اللي هذاك بالدقله والرب ب 25. بالدقله هذيك سعرها؟ دقله ورب. هذيك سيسيليان عادي معناها جبن ابيض ما فيها بلاش حتى شيء ب 24. والعصائر بقداش تبيع؟ بالليتره؟ بالليتره. قداش الليتره؟ انت والنوع، انت والنوع اي خاطر مربوطه بالغله وتسعيرها اي بتبيع، فما بالفاكهه فما اللي بال اما تتراوح بين قد وقد ايه؟ بين 6000 وبين معناها اغلى واحد اللي هو جو بيستاش ب 35. باهي، تهز الكل ولايات الجمهوريه والا تركز كان على العاصمه بما انه هالمنتوجات كلها حساسه يعني لازمش تنيه وسخانه. اما انا كان مثلا في القروان، خاطر انا معناها دارمين في القروان، كان نمشي انا نهز دي كوموند غادي، والا في سوس دا كي نمشي انا نهز بيدي، سينو نعمل ليفريزون في تونس. كنت الحقيقه نعمل في تونس الكبرى، اما بعد ليفريزون ما ساعدتش معناها. وسائل التواصل كيفاش خدمت عليهم؟ يعني الناس كيفاش تتفاعل معك؟ شنو الكلام اللي يقولوه وقت اللي يذوقوا الماكله نتاعك والا هالحاجات اللي تطيبها بمحبه كبيره؟ نبدا نستنى في الغوتور نتاع الكليون شنو باش يعطي رايه. شنو يقولوا لك؟ نبدا نستنى والله. بنينه يعطيك الصحه، سورتو انا اللي كل نخدم 100% ناتورال. في خدمتي كل ما نستعملش معناها لا منكهات غذائيه لا حتى شيء، ديما كل شيء 100% ناتوريل. دونك من فما حتى تقول لك ليه غالي علاش وكل، نقولها ميرسي ان شاء الله راحتك، وبعد كي تجربها تقولي لي سامحني. يعطيك الصحه. والاكثر متعه انا اللي لقيتها من البيوع والشراء اني انا نعمل في لي فورماسيون، ومع كل كونديدا يتعلم معناها ويحل هو مشروعه. الفرحة بهي. قبل ما نحكي على جانب هالتكوين، ماذا بيا كان نركز على نقطة مهمة، علاش اخترت انك تنوع ربما في انتاجاتك، ما اخترتش اختصاص انه تكون عصائر والا شوكولا كهو والا اجبان كهو، علاش خلطت والا اخترت الاختيار؟ هو انا من الاول كنت اجبان وشوكولا كهو، ومن بعد كيف نعمل لروحي ولا حاجة لعبت ولدت تطلب حب كل حاجة هذيك نحبه. دونك كل مرة طابت مثلا الكنافة ما كنتش نخدمها قبل، خدمتها في رمضان لي انا وصحابي واللي ذوق هكا واللي لعبت لك يعني نكون حليفه باش نذوقوها. وكاين سي بون بعد شقال الفتره اكيد، وكاين يبنينا تولي وحتى احنا الحرفاء نتاعك. رجال كنافه سامحني، كنافه ما نبيعهاش مشحره، انا نبيعها هي وحدها. اي شفت الشحور نتاعها وحده باش نجم نصب شحور تكون طريه وتكون مولعه. اي باش تسخنها وتحط لها الشحور تقعد فيها كتقرميشه، خاطر كي تحط لها تقعد بالشحور نتاعها تولي ما طعمها باهي. الهم حبيت نسال لهنا وقتاش باش تنوي انه تكبر المشروع، يكون عندك ماتريال كبير وعندك مخزن وعندك ربما فريق عمل؟ خاطر قلت لي نسهر لليل ونحب نتقن كل شيء وحدي ونخدم وحدي، ساعات امك تحن عليك تعاملك ولا اختك تحن عليك، اما انت اخترت انك تخدم كل شيء وحدك وهذا صعيب وما تنجمش تجي ربما الطلبات. صحيح، خاطر انا جربت الحقيقه شكون معناها عاوني هكا، مش من صحابي من الدومين وقتها، من بعد نلقى روحي نعاود في معناها كوموند مثلا شوكولا ولا حاجه نروح نعاود فيها وحدي، مش كما نحب انا، مش بالاتقان هذاك. إيه لازمك تولي تختار الناس. اما هذاك علاش انا مستوى المهاره، هذاك علاش انا توا معناها بلي فورماسيون كل وليت ان شاء معناها قاعده نميز في شكون اللي نجم هو في خدمته، من بعد نشري من عنده ونذوق
كان خدمته سافا وكل ان شاء الله تنتدبوا في فريق العمل نتاعك. بين نحب نسالك على اساس انه فما جانب اخر زاد معك انت طيب وتصنف وبمحبه وتعمل مجهود 100% باش المنتوج يوصل ويقنع ربما الحريف نتاعك، اما انت زاد تكون في برشا اجيال وبرشا نساء وبرشا سيدات في مختلف ولايات الجمهوريه. خلينا نشوف الضحكه تلخص ربما الاجواء الموجوده في الورشات. احكي لي على الجانب هذا زاد الهام. أول فورماسيون ليا كنتش عندي ثقة في روحي الحقيقة الجملة اللي أنا ننجم، خاطر ما كنتش حاططها في بالي معناها جست نخدم وقتها الفرماج دوب ما تخرجت ما وكبشوا فيا وقتها في صفاقس اللي هما عندنا فيك الثقة وما يسالش. هذيك كانت أول تجربة ليا ولقيت روحي نجمت ووصلت المعلومة على خاطر لي فورماسيون نخدموهم معناها احنا في لي سونتر مش كيما في السونتر نتاعنا نقراو ما شاء الله معناها الحاجة نقراو فيها برشا ونتعمقوا فيها برشا. باغ كونتر أنا الفورماسيون نتاعي 3 جور معناها أكسيليغي دونك نعرف اللازم في اللازم. وساعات يجوني عباد معناها مثلا ماهمش قاريين ما يفهموش باش نقعد أنا معناها نبسط الماكسيموم باش يفهموها والفرح انهم يخرجوا فهمي وجاوني زاد فما اللي جاوني متزاير كل مره قعدت الحقيقه بالحق والله بالذمه يعني انت شنو المناطق اللي دخلت فيهم واللي قدمت فيهم ورشات؟ قلت لي سوسه، قروان، تونس، قليبيا، صفاقس. ايه في تونس عندي برش في باردو في ما في بومهل في الزهره في وتحس اللي تكونوا عندك الكل حلو مشاريع والا يوليو في ديارهم يصنفوا ويرجعوا لك يقول لك يعطيك الصحه الهام راك عملتي كذا. نبدا نتبع فيهم باللي فاج نتاعهم وساعات مثلا واحده تعمل في الجبن والكل وليت نقول اللي في البلاصه هذيك معناها يمشوا يشريوا من عندها راهي تلميذتي على ذكر الفاج نتاعك باش الناس اللي قاعده وعندك تفاعل كبير تقريبا قداش عدد المتابعين ليك والصفحات نتاعك؟ الفيسبوك مش ما الحقيقه مش لاهيه بها برشا الباج الانستغرام 4000 وشويه الباج فيها 6000. وبالنسبه للتمويل اللي بديت به مشروعك خذيت قرض والا فلوسك انت بشويه بشويه ما. تخدم وتبيع قرض ما عند ما ربي يفضلها عايشك وما نعرفش شنو الصعوبات اللي لقيتها انت من الاول لقيت صعوبات في الليفريزون من الاول نتعب معناها ساعات الحاجه توصل مثلا الشوكولا يوصلها لي مكسره يوصلها لي بعد وليت نحاول نوصل انا الحريف وحدي تعامل معناها مني الحريف انت مشكلتك بيرفكسيونيست يعني تحب كل شيء يصير بالكدا وهذا راه مستحيل انت تصنع وحدك وتطهي طيب وحدك وتنظف وحدك تعبتني على الاخر تعب البريود هذيك اي تعبت برشا اما من بعد وليت توا لقيت معناها فريق متكامل لقيت اي بديت بشوي بشوي نكمل فيه الفريق ان شاء الله. كيفاش ترى مشروعك في السنوات القليله القادمه ان شاء الله؟ ان شاء الله يكون عندي مركز تكوين. احنا بالكبير مركز انا نحب ديما نحب مركز تكوين يكون عندي معناها في دوزيام ايتاج بخوميييغ ايتاج يكون بوان دو فونت وان شاء الله نحب نكمل معناها نزيد نتعمق اكثر في الـ في الـ في صناعه الاجبان والشوكولا وكل نحب نخرج ان شاء الله للخارج نتعمق فيهم اكثر. باهي وفكرت انك ربما تدخل في اطار جمعيات تمويليه لتمويل ستارت اب نتاعك وشركه ناشئه فما برشا قروض تعطى فما برشا هي فما قروض اي تبعت اثنين هذيا اذا تحب تعمل مشروع متكامل وطاق الاول وطاق ثاني وتكوين يلزم ان فون وانت عندك الصنعه وعندك التجربه وعندك المنتوج وعندك ثقه الناس هذا كل مؤهلات تسهل لك العمليه يمشي فيها اثنين وكبر في سافيس ان شاء الله. نورتنا يا الهام كلمه عايشة. النهايه في ختام هالاطلاله معنا في ديكليك شكرا على الاستضافه فرحت برشا اللي جيت وكنت معاكم نتمنى لك يا ربي أكثر نجاح وأكثر ربما شهرة وتحقيق لأحلامك. مرحبا بك يعطيك الصحة يعيشك. هكا وصلنا لنهاية حلقتنا من ديكليك بربما حلة رمضانية. تبقى على خير وشهية طيبة. في الأمان. باي.